الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كبراتنا كبرات ندبنا مشاتشو ندبنا الدراتشو انقديه ايه مش أرشا مقرافاتش انو سلا علمنا ناقر نبر انا باند بوتا اكومن نبر اهون تنش لا عند قماش ساعتن كاترنا يا علم فايلاتشن ازيه الزقال مالتنا وباتشرو انا يا علم قداي والله بقى قرآن سنت جزيه نو علم يمتبالو قال بالقران بزو جزيه نو يتدغاغمچو دمو علماءچو بمولو بعالم يال علماءچو بمولو سلا علم سيناغرو ليت يال مقراف ليتو نو سلا علم بنو يناغرو سلازي علم بتام مسرتاو يهونه نغر سلا هونه ان ادرا نو املاچو نعم اذا اهون ود عند بتام اسفلاغي يهونه نغر اسغباچو الله كذا بفيت جن من يلال نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلا علم سيناغرو باند مثاله نو مناغرو منالو لمثاله عند سو سوچو تسبسبو عند دبدابه كملك ويم دمو كنغوس ويم كتلقو منستر عند اسچكواي هونو دبدابه بيمطالاچونا كذا بحالا يعني دبدابهو تقبلو ليانبوت سيفلغو لكا بيتو چلما نو مبرات يلم الكتريستي يلم شمام يلم من يلم دمو دبدابيو دمو بتام اسفلاغي نونا بتام انتن اسچكواي نو اهم منالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم بزيه غزي يتهچغرو چلما هونو يتهسقايو يالو عند سو مبرات يزو متالو مبرات يزو اندزي ود ورقتو ابرانا مبراتون انببو كذا بحالا كورقتو من دميفلغو كاوقو بحالا قطا ود ترغوم هدو يلالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم يه مبرات قالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم عالم نو قالو يه مبرات عالم نو باند حبرتسب بچلما وسط سينورو عالمو نو بيتشا ازا جبتو مرات مبرات يمسرچنا مبرات ارغو يميابرالاچو يميابرلاچو عالم نو يلالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم اذا العالم نور العالم هو نور نعم والله العظيم طيب كذا بحالا دمو عند نغر الله ان انت هون اباتس يموت مندنو متورثو جنزب تورثاله انسسات تورثاله فوق تورثاله ماكينات تورثاله لكن علماءچو يميورثوت نغر يلم يميورثوت ينبيوچ ورشا بتشا نو ينبيوچ ورشا دمو علم نو العلماء ورثه الانبياء نبيوش دمو جنزب ما يورثوم ወይም መሬትና አይወርሱም የሚያወርሱት ዒልም ነው ዒልም ያወረሰ ደሞ በጣም ከፍተኛ ሀብታም የሚባለው ውስ ነው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ቀጥሎ አሁን በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር ላስተምራችሁ በደንብ እንትን በተለይ ዒልም አለን የምትሉ ሰዎች ወይም ዒልም የምታስተምሩ ሰዎች ወይም ደሞ እየተቆጣ አንድ ሰው እንትን የሚያስተምረው ሰው ተቅላላ ስለ ዒልም ጉዳይ ትንሽ አንድ አስፈላጊ ሆነ አስተምሮ ልሰጣችሁ ነው ፈለኩት ዑለማዎች ምን ይላሉ አልዒልሙ ደረጃት ዒልም እኮ እንትን ነው መሳለል ነው ደረጃት ነው አለ አንድ ሰው ለምሳሌ ወንበር ቁጭ ብሎ ይጠየቃል ይመልሳል ይፍታ ይሰጣል ጠሂብ የት ነው የተማረ ብትባል ምንም በቃ ጋዜጣ ነበበ አንዳንድ መጽሐፍ ከፍቶ ደሞ እንትን ያላል አንዳንድ ጊዜ ደሞ ከዑለማዎች ሰማ ነው የሚባለው ይፍታ ስለ ይፍታ ነው የምናገረው አሁን ይፍታ በጣም አደገኛ ነገር ነው ያኸዋ ዑለማዎቹ ምን ይላሉ አንድ ሰውነት ኦፕሬሽን ሲያደርግ አንድ ዶክተር እና በጣም አደገኛ ሆኖ በሰውነታችን ኦፕሬሽን ሆዋ የጭንቅላት ኦፕሬሽን ነው አሉ አንድ ሰው ብሬን ኦፕሬሽን የጭንቅላት ከፍተው ይቺን የምታል ጭንቅላት እዛ አመሊያና ኦፕሬሽን ሲያደርጉ በጣም አደገኛ ሆኖ ኦፕሬሽን እሱ ነው አሉ በሰውነታችን በዲን ደሞ በዲን اخطر شيء في الدين هو الافتاء بدون علم على علم افتاء بس تقدمه كباد ونجل نو تلك نقر نو نعم بل يقولون اجرأهم للافتاء اجرأهم للنار بتقام دفاري هنا افتاء المستد لجهنم دفار نو مالتنو ازا اندي قبال السو من امتني اللو مالتنو سلزي افتاء مستدو من نو افتاء ميستو من نو يدين تتأيق ومي مرلسو من نو بلن سنتأيق سلزي لاستمراتشونا كذبو هلا نتأنكك مالتينو يقول العلماء درجات العلم سبعة يعلم يعلم تن سبعة تنوالو درجة وشو مجمّر يالو الاستماع تسمى له بجروه تسمى له علم والاستماع يشاركنا الحيوان نعم تشاركنا الحيوانات تشاركنا في الاستماع أهون لمثال إني الله قالكو
يسمع الحمار تسمع الحيوانات إنهم يسمال له إيهم يسمال إيهم يسمال إنه بمسمات ولا كن يسمال لن دمس أنهم نسمعوا إشي كذا قطلو قن الإنصات تلالو الإنصات يمتسمعوا بلب بارقه مسمات نو يمتسمعوا بلب مسمات إنصات تبالال دمو يمفلقوا هون إنصات نو من دنو لمسالي إننا أهيا زنجرو منامتك أمتنال عند دمس سيمتا هلا كن نسمال لن لكن أهيا من دنو يالو دمس بتلو آياكم إنه كسوية من ليو يسمعوا دمس ترقم سيسات أو نو إيه إنصات تبالال ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إيش معنى فاستمعوا له يعني مجمرة جروه كفتت سمال له كذا من دم بال بدم بارقه دمو بلب تسمال له مالتنو يا بجرونه متسماو إنسات دمو بلب تسمال له مالتنو ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أنا جروهنا لبهن فلقم أنت راسه راس ست سماء من دم يبال مكتتال اللب إذن هو الاستماع عند ولتنيا دمو الإنصات يمبالون نقر بدم بارقه بيش انك لا تهماس قباتنو سوستنيا درجة ألو سوستنيا درجة هو الفهم يسمه نقر اندي قبه أسفل لقال يعني أرنقوادي كالة سوية وشيخو كأينو يالب له كتردهو بتقام بتقام تسلسات الله سلزي تسمى الله بدن بارقه دوبا بشكل لا تتسقب له كذب هلا الفهم هو الدرجة الثانية الثالثة تفهم ماذا يقول طيب سمه ترده أردت أن يدرجة من نواله هو العمل به يسمه نقر بشكل لا تتسقبه ترده كذب هلا يقرون قديه ودي سرانه بسمه كالسره والله بتقام أدقنيانه بتقام أدقنيانه لذلك ورد في حديث بخاري النبي صلى الله عليه وسلم مدنو ميلو بجهنم وسط قالوا بجهنم وسط سو باسات يتككله لكن عند سو ليت ياله قطات يموسد بجهنم ياله اندغنا ليلا دمو ليت ياله قطات يوسد قالوا مدنو وسو هذا حديث رواه اسامه بن زيد يقول هذا الرجل تندلق امعاءه يعني انتنو أنجته بمولي وتقال عليه كذا بهلا بعند انشات وين بعد قند يتسرال لك أحيان دم يزورو يزورال بأسات يتقلق عليه عندنا أنجته اللي وقته بعند قند تسرو عندنا دمو بزا يزورال مالتنو حزبو يسب السبال تسبسبو من الوال أنت شيخ أنت كو تمرت السات أنا نبركو أنت عدر لهم إلال أو إني نين طيب من أمت هزي جهنة بلتال والله يا أمت أين ما أمت أين طيب أنت عدل لهم تقروا سرا سرو يمتلني نبرو أو إنيني طيب من دنو نقروا يقول هذا الرجل كنت آمركم بأشياء ولا أعملها وكنت أنهاكم عن أشياء ولا أنتهي منها أبدا إن بزو سرا ينسروا ترونوا ترونوا سلاة شوية نبرو إني راسي ألسراهم نبر دمو يمتفونوا يهزينانوا من دنو من دنو من دنو بي يمتفونوا نقر يمن نقرا شوية نبركو دمو يهلو نقر إني سراو نبر ألك لكلم نبر علي إن الله بدن بسلة قد طبت انقدي الله سبحانه وتعالى ليتي علي بانتن عذاب ستو مالتنو سلزي إن سمال لن إن الرد لن كذبو هلا يتردانو نقر دمو بقبر إنا ولوال لن كذا طيب كذا بهلا بقبر يا والنو نقر تقلل الأعمال صالحة ندعو إليه للسودم ودعوانا رقالن هذا أمستنيا درجانوي أن باكاتشو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صلاة سقادوا يعني يا الدنيا أجرنش بتأمت فونوا الدنيا أن استي ودى آخرانو إيالك دمو دعواتا رقالن يهجن أمستنيا درجا يازنو كسمه بهلا كترده بهلا بسرا بقبر كوالكو بهلا اندقنا دعوة كدرك اللت بهلا يه نقر يعني دعوة إبالال إذن أمستنيانو سدستنيا درجة إلى اللو هو النقد النقد مالت يه أنت هون كفتنيا درجة درسهل ما شاء الله عالم كبير فهمت ودعوت إلى ما فهمته وعملت بما فهمته الآن تنقد إيش معنى تنقد مثلا ولدت لك علماء شالو أدلم النزي ولدت ولدت علماء أنت دمو اندنسو يسون درجة ياله تلك علمنا أهم انت لالله والله الإمام فلان
እንደዚህ እንደዚህ ብለዋል الامام فلان ደሞ እንደዚህ እንደዚህ ብለዋል لكن እኔ በደም ባርጌ ሐዲሱና ቁርአን ስከታተል የኢማም ፍላን ነው ወደ ሐቅ የቀረበ የኢማም ፍላን ነው በጣም በጣም يعني ትክክል የሆነው የኢማም ፍላንም ጥሩ ነው لكن የበለጠ ግን ኢማም ፍላን ብለ አወዳድረ ሁለት አወዳድረ የምታቀበት ደረጃ ስትደርስ አንቅድ ይባላል ይገባችሁ አላባበለ ለምሳሌ አንተ ተራ ተማሪ ነህ እዚህ ንቅድ አልደረስክም ግን ትላልቅ ዑለማዎች አሉ ለምሳሌ الشيخ محمد صالح بن عثيمين ለምሳሌ الشيخ عبد العزيز بن باز እንደዚህ መሳሰሉ ትላልቅ ዑለማዎች የኢማሞች እና የዑለማዎች ንግግ እንትን አምጥተው አመዛዝ ነው ይህ ከዚህ ይሻላል ብለው ውሳኔ የሚሰጡ እነዚህ ከባድ ዑለማ የሆኑ እዛ ደረጃ የደረሱ ነቅድ የሚባለው ደረጃ ደርሰዋል ማለት ነው طيب ከዛ ቀጥሎ ያለው ሰባተኛና መጨረሻ ይፍታ ነው اذا አሁን በየመስጊዱ ይህ ኢማም መስጊድ ነው ይፍታ ይሰጣል ይህ ተማሪ ነው ይፍታ ይሰጣል ይህች ሴት ትጠይቃለሽ እንደዚህ እንደዚህ አሉኝ ጠይብ ምን አሉሽ እንደዚህ እንደዚህ አሉኝ ለምሳሌ ማን ነው የዳረሽ ትላታለ ወላሂ የዳሩኝ ማ አንድ እንትን ነው ኢማም መስጊድ ነው የዳረኝ ጠይብ ወሊ አምሩ የታለ ወሊ አምሩማ የለም በቃ አንድ ሰው እዛ ምረጭ ያለኝ መረጥኩ ከዛ ኋላ የኔ ወሊ አምር ነው ብዬ እኔ መረጥኩና እሱ ወሊ አምር ሆነብኝ ጠይብ ማን አለሽ እንደዚህ እንዴ ኢማም መስጊድ እኮ ነው ጢሙ እኮ እዚህ ነው የሚደርሰው ትላለች طيب مندنا اسنو افتاء ستن بلا تدار تارقالج والنبي صلى الله عليه وسلم ترى سنقروا على ولي امر يا قباش قالوا فانه زنا فانه زنا فانه زنا نكاح باطل نكاح باطل نكاح باطل الى النبي صلى الله عليه وسلم اندزيه يالو جن يسويو جنا جنا هلت مصحف انكون كفتو يالان ببسو لذي تلك نجر افتاء ستو يشن سيت على تدار ندتنور ادرغات مالتنو سلازي يا افتاء قداي قلال ادلم يهن سبات مسال انتن كچرسك بوهالا ازانو افتاء متساتو افتاء متساتو تعلماوش بتام تكيتنا تشو بزو ادلم طيب اني لطياك اللي طيق طيب يا شيخ ابراهيم انت افتاء تسات الله اني لراسي راسي اللي طيق انت افتاء تسات الله تلني الله نعم እኔ እፍታ እሰጣለሁ አንዳንድ ጊዜ እፍታ እሰጣለሁ ጠይብ አንተ ይህን ሰባት ደረጃ ደርሰሃል ወይ ብትለኝ ላ አልደረስኩም ናም እውነት ለመናገር እንዲያውም በሙሉ ዑለማዎቹን ባንልም 90% ዑለማዎቹ ይህን ደረጃ አንቅድ ወልኢፍታ እንደዚህ የደረሰ ሰው የለም ጠይብ ለምንድን አንተ እፍታ የምትሰጠው ብለህ ጠይቀኝ እኔ ልመልስልህ ጠይብ እኔ ልንገርህ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ብዬህ ነበር መጀመሪያ አጅራሁም ለልኢፍታ هو اجراهم للنار افتاء لمستت يم يدفرسو جهنم بردو مثلون متايو مسلني ويم يعني انت يعني جهنم مغبات مزنانيا مسلو سلميتاينو افتاء يمسطو انجي افتاء لمستت يم يدفرسو جهنم لمغبات يم يدفرسو نو طيب اهون انينا انين يمسلو علماوچ لمندنو افتاء يمسطو ملسلسته በመጀመሪያ ስለኔ ልናገርና ወንድሞቼ ዑለማዎችም ከዚህ አይሩቁም እኔ ለምሳሌ እንዳልኩዋችሁ 24 አመት በዒልምና በዳዕዋ ቆየሁ ማለት ነው በሳውዲ አረቢያ 32 አመት ሆኖኛል አሁን በሳውዲ አረቢያ ብቻ 32 አመት ሆኖኛል አሉ የተባሉ በሳውዲ አረቢያ ዑለማዎች በሙሉ በአካል አግኝቼ ከነሱ የተማርኩ እንኳን ባይሆን ብዙዎቹ የነሱን ደርስ የሰማሁና የነሱን ኢፍታ የሰማሁት ለ32 አመት የተደጋገመ ኢፍታ የሰማሁት ነኝ አይደለም ለምሳሌ እኔ እንገራችሁ ሼክ መሐመድ ሳሊህ ኢብኑ ዑሰይሚን እና ለ20 አመት የሳቸው ትምህርት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ራሳቸው ሼክ መሐመድ ሳሊህ ኢብኑ ዑሰይሚን መጀመሪያ ትምህርት ሲጀምር አንድ አለ ሐበሻ ትምህርት የጀመረ ሪያድ ሰሙና በእውነት ሞልቶ የእሳቸውን ትምህርት በሙሉ ላክሉኝ ማለት ነው ጠቅላላ እሳቸው እንትን የሚያደርጉት የሚያስተምሩት ትምህርት በሙሉ ላክሉኝ ያን ካሴት ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ አመሰግንኳቸውና በቴሌፎን አገኘኋቸው ምን አሉኝ ሼኹ ምን አሉኝ ይህን ካሴት በሙሉ ካሴቶቹ ከሰማህ አሉኝ ልክ በመጅልሴ መጥተህ እንደተማርክ ነው የምታሰበውና እስቲ ወደ ሼክ አብዱል አዚዝ ኢብኑ ባዝ ሄደህ ደግሞ ከእሳቸው ጋር ቁጭ ብለህ ትምህርት ውሰድ አሉኝ طيب እኔ አሁን ወዴት ለመድረስ ነው የፈለኩት በዚህ 24 አመት የዳዕዋ ዘመን والله እኔ ቢያንስ 10000 ጥያቄ ሰምቻለሁ ከነመልሰቸው
ከሼክ መን ከሼክ ፍላሽ ከሼክ ፉላን ከሼክ ፉላን ብዙ ጥያቄዎች ከነመርሶቻቸው ከትላልቅ ዑለማዎቹ ተደጋግሞ ስለሰማሁት ልክ አሁን እንደንትን ሆኗል በጁሮዬ እንትን በቃ ደርቀዋል እዛ አሁን አንዱ ሐበሻ አንድ ሴት ስትጠይቀኝ አንድ ጥያቄ ስትጠይቀኝ ራሱ ይህ ጥያቄ አንድ ሼክ ተጠይቀዋል ደንበኛ መስ ተሰጥቷል ይህን ሼኹ የመለሰው መልሶ አምጥቼ ነው እኔ በአማርኛ ትርጉሜን ብቻ ነው የምሰጠው ይገባችኋል አባባሌ እኔ የኢፍታ ደረጃ አልደረስኩም ዑለማዎችን ሁሉም ወንድሞቻችን ዑለማ በአማርኛ የሚሰጡ አብዛኞቹ ሁሉም ለማለትም አልችልም ያኒ አብዛኞቹ ግን የኔ ቢጤ ናቸው ያኒ ብዙ እንትን መጽሐፍ አንብበዋል ብዙ ከሼኾች ጋር ተቀምጠዋል ብዙ ኢፍታ ሰምተዋል ብዙ አውርደዋል አውጥተዋል ስለዚህ የሚባለው ጥያቄ አሁን ከማንኛውም ሰው ከሐበሻ አንድ ጥያቄ ይምጣና ራሱ ጥያቄ ተጠይቀዋል መልስም አግኝቶታል የኛ ስራ ምንድነው ያ ትልቁ ዓለም የሰጠው መልስ አምጥተን በአማርኛ መንገር ብቻ ነው ይህ ብቻ ነው ስለዚህ ኢፍታ የሚሰጡት ሰዎች የተለዩ ሰዎች ናቸው ሁለተኛ ወነት የነው የሚገርመው ነገር በጣም ያስፈራ ነገር አንድ ሰው ኮኖ ገና ያኒ የት ነው የተማርከው ብትባል የት እንደተማረ ምሱ አያቅም በየቀኑ ኢፍታ ሲሰጥ ይውላል ሱብሃንአላህ العظيم ኢፍታ ሲሰጥ ይውላል ይህ حرام ነው ይህ حلال ነው ይህ ይሆናል ይህ አይሆንም ሲሉ በጣም ብዙ ይውላል እና በጣም አደገኛ ነገር መሆኑን ለመግለጽ ነው የፈለኩት ስለዚህ ኢፍታ ነገሩ ለዑለማች ተውላቸው እናንተ ተማሪዎች ሆኑ ደሞ የምታውቁት ነገር ደሞ ኢፍታ መስጠት حرام ነው ብየ ልዘጋው አልችልም ለምሳሌ አንድ ነገር አለ አንተ ይልሃል نعم መጠጥ خمر حلال ነው حرام ቢለ ኧረ ኢፍታ አይሰጥም ብለ ዝም ትላለህ ላ ታቋለ አረ መጠጥማ በጣም حرام ነው ብለ ተነግራለህ አይደለም እንዴ طيب ሰላት የማይሰግድ ሰው እንዴት ነው ብለ ይጠይቃል አረ ተው ሰላት የማይሰግድ መከባን ወንጀል አይደለም እንዴ ላ አይሆንም ሰላት መስገድ አለበት ብለ መንገሩ ኢፍታ አይደለም طيب አንድ ሴት ለምሳሌ يعني ከአንድ አጅነቢ ሰላም ለማለት ትችላለች ወይ ብሎ ይጠይቃል ይሄ ነገር ልክ እንደ ጻሃይ ይፋ ነገር ነው እና ዓለም መጠየቅ አለበት የማይባልበት ነገር ነው አንዲት ሴት ሐላል ያለሁንላት ልጅ ሄዳ ሰላም ማለቱ ወይም ፊትዋ እንዲያያት حرام ነው እንጂ ጥሩ አይደለም يعني ትክክል አይደለም ብለህ መንገር ኢፍታ አይደለም እኔ ምናገረው ምንድነው አንዳንድ ትላልቅ ነገር አለ ዑለማዎች ብቻ መመለስ ያለባቸው እዛ ላይ እጃችን አስገብተን አንዘባርቅ ነው ምለው ስለዚህ የኢፍታ ጉዳይ በጣም አደገኛ መሆኑን እና ለማሳወቅ ነው የፈለኩት ማለት ነው طيب ከዛ ቀጥሎ ኢንሻአላህ የዕልም ጉዳይ ሱብሃነሁ ተዓላ ያኒ ከፈለግን ካልፈለግን አይደለም መጀመሪያ እንደገለጽኩት ነስአሉላህ ሱብሃነሁ ተዓላ አን ዩዓሊመና ማ ጀሂልና እና እሱ ራሱ አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ በሩ ሲከፍትልህ ብቻ ነው ገብተህ የምትማረው እንጂ በእንትን አይደለም ስለዚህ በመጀመሪያ ማለት ያለብን አሁን ያ ረቢ አልምኒ በስ አንድ ሰው እኮ ነው መጥቶ ሁለት ረክዓ ሰገደና ከዛ በኋላ ሁለት ረክዓ ሲሰገድ አሰላሙ አለይኩም ወሰላሙ አለይኩም ብሎ ትቶ ሄደ አንዱ መጣና ያዝ አድርገው ቁጭ በል አለው አንተ አሁን ሰግደሃል ከአላህ የምትፈልገው ነገር የለም ጠይቀው እንጂ ለምነው እንጂ ይለዋል እሺ ያለና ምን ልበል አለው አረ ጠይቅ ስንት ነገር የሚጠየቅ አለ ጤና ጠይቀው ጀና ጠይቀው ዝም ብለህ ሰግደህ ትሄዳለህ ወላሂ አለው እኔ አንድ የበላሁ እዛ ያለው ጨው ብፈልግም ለአላህ ነው ጨው ፈልገን ጨው ስጠኝ የምለው አለ ጥቂትም ትልቅም ትንሽም ከአላህ ስትጠይቀው ነው ጥሩ አለ ስለዚህ አንተ ጠይቅ እንጂ ይለዋል አሁንም ዕልም ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነው ዕልም ከአላህ መጠየቅ ነው ያለብን ስለዚህ ስንት ሰዎች አሉ ዕልም እንትን ለመሄድ እየፈለጉ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይከለከላቸዋሉ ጠይብ ለምን ይከለከላቸዋል ወላሂ ሁወ ያዕለም ስብሓነ ወተዓላ አንዱ እኮ ነው በመጅልሳችን 10 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ነው ቤቱ አሁን አንድ ሰው ምን አለው እስቲ እንሂድና ሼክ ኢብራሂም ዛሬ ደርስ አለው እዛ እንስማ ረመዳን ነበር ረመዳን እንግዲህ 30 ቀን ተከታትሎ ነው ትምህርት የሚሄደው እንሂድ አለውና እሺ ብሎ መጣ ሲመጡ እዛ መጅልሳችን ደጃፍ ነው እኮ የደረሱ ከዛ ሁላ ምን አለው እረባክ እኔ خلاص ወደ ቤተ መለሳለሁ ምናምን አለው እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታለው ይሁን 10 ኪሎ ሜትር መጣ አለው ላላ እኔ خلاص ሰውነቴ ደስ አይለኝም አሁን أرباك علم قبال لا 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 والله إني هيدا له طيب بمن تهيدا له له خلاص أنت قبالنا إني بتاكسي هيدا له له بلومنا وبلومنا وبيالونا تاكسي أرود وبيل تبلسي
سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى سيطال الله تكونو سلازي يا علم قداي الله سبحانه وتعالى تملسا ود حديث نملس من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ومن لا يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين بلن بمجرشا الله سبحانه وتعالى السيوم يودو علم اندي ستان اندي استمران دعانا درقال لن علم دمو بزو سوش اندي مساساتو علم يا أخوة وندم ايلم سيتم ايلم تلكم ايلم تنشم ايلم هلاتشن علم اندي نطلب نتاززنو طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني مفهوم الحديث ومسلمة تلكم ايلم تنشم ايلم سلزي هلاتشن ودع علم بيانس بيانس يا أخي بيانس بيانس يمتادرقوا عبادة من دم التادرق يعني علم موسدى اللبه اللبزياء يعني كنتو تهدى الله كابروس تست قبا بمور يادرقوا عبادة بفيت الله ست قال من مسلها لي أخوة أنا بزيه إن شاء الله يعني انتنو سلا علمي اللين أستمرو الله يسوق أي نقر يعني باجعروا بهونم أنا بسمانو الله سبحانه وتعالى اندي وفق أن دي نسارة إيالكو يعني درس بزيه أسكم أقوى الله بليلة أرست إن شاء الله اندن قنان تسفى درقال له إن شاء الله أقول وبالله التوفيق والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته